جنيه أي كيلو فاكهة بيتحمل 2 جنيه سواء سعر كيلو فاكهة ده 8 ولا 10 ولا 5، وبناء عليه في 20% مكسب. حضرتك أما قعدنا مع تجار التجزئة لقينا اللي يقول لك أنا بدفع إيجار 15000 جنيه في الشهر، لقينا اللي بيقول طب ما أنا بحط المنتجات بالأسعار دي وببيع، لقينا اللي بيقول اللي مش عاجبه السعر ما يشتريش. طب هل هو ده اللي حضراتكم شايفينه في الغرفه التجاريه سليمه؟ بص يا استاذ اول ساعدك على حاجه، احنا عشان نيجي نتكلم ونقول الحاجه دي عايزين نبيعها بكام لازم الاول ولا نبقى سعداء لما الحاجه تتباع ب 2 جنيه نعرف ان الحاجه اللي بتتباع 2 جنيه دلوقتي ان بعديها بثلاث اربع شهور لو كان خضار هتبقى كارثه وتحصل العكس، عشان الفلاح مش هيزرعها تاني، مش هيزرعها تاني، والعروه بتاع الخضار دي بتاخد من 70 ل 90 يوم فهتبان بسرعه، فهتبان في خلال ثلاث شهور كله هيعجب عن زراعته، هتلاقي بعديها ب 90 يوم التانيين هتلاقي الاسعار بتاعتها راحت في سبع سنه لان هو خلاص خسر في العروه ديت، فاللي بيزرع كميه هيزرع نصها هيزرع ربعها يا ما يزرعش. هل في التزام بالدوره الزراعيه؟ مفيش التزام بالدوره الزراعيه، يمكن دي مشكله. ما انا مش مساله التزام بالدوره الزراعيه، احنا شعب بنزرع عشوائي. سعادتك الطماطم السنه اللي فاتت في نفس الموسم وصلت 170 جنيه و200 جنيه القفص في نفس الميعاد من السنه اللي فاتت. اللي حصل ايه السنه دي؟ الفلاحين والمزارعين حجزوا البذره بتاع الطماطم الان 23 دي اللي بيزرعوها اللي كانت بتطلع في هذا التوقيت، وكل زرع الاف الافدنه. ايه اللي حصل فيها؟ في بعض البذور فيها ما انتجتش، الفدان الفلاحين اكتر من 2700 فدان في وادي نطرون اتدمروا، والفلاحين اتدمرت ليه؟ ما فيش لو كان نجحت المحصول ده بالكامل كانت الطماطم اتباعت ب 50 قرش الكيلو وكانوا عدموها في الارض لان ما كانتش هتجيب نقلها. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ احنا شعب بنستهلك كام طن في السنه انتاج مثلا من البطاطس مثلاً. وبنصدر كام طن في السنه عشان نشتغل بطريقه علميه ونفيد الناس والفلاح ما يتدمرش والمواطن ما ياخدش الحاجه غاليه قوي قوي او ياخدها معدومه. يبقى احنا بنشوف بنعوز كام الف طن او كام مليون طن في استهلاك البلد في السنه بطاطس يتم تحديده وزراعته وما يزرعش اكتر منه، وكم طن تستهلكه البلد وكم طن اللي بطلبه الزام الفلاح بيه، الزام الفلاح بيه وكم طن يتم تصديره. يبقى انا لما بلزم الفلاح بيه هيبيعه بالسعر المناسب اللي هو يجيب تكلفته الفعليه وهامش الربح اللي موجود ليه والهامش الربح اللي يضيفه بياع التجزئه عشان ياخده. هل هناك يبقى هنا عملنا الاسعار؟ يعني حضرتك كنت اشرت لموضوع ان لازم يكون في رقابه على الاسعار، ما انا بقول بقى لسعادتك والدكتور محمد الاجرودي اشار ان لابد ان يكون في تسعيره ولو استرشاديه. ما انا اقول لسعادتك هنا بقى حاجه عشان هنا بقى في ما انا اقول لسعادتك اقول لك عليها حاجه فضل. انا لما هزرع الكميات اللي مطلوبه اللي تغطي البلد ولا زايده ولا ناقصه السعر هيفضل ثابت غصب عن الكل حتى لو ما فيش تحديد للتسعيره، لان المنتج اللي ده بقول لسعادتك الطماطم دلوقتي معروضه سعرها مناسب، يعني الطماطم النهارده سعرها مناسب بتتباع من 40 جنيه ل 70 جنيه و 75 جنيه القفص، يعني الكيلو من 2 جنيه ل 3 جنيه ونص جمله. يعني ده سعر يا دوبك هو يجيب التكلفه الفعليه بتاعته ويحقق هامش ربح ما يتحققش هامش ربح. طب حضرتك ايه رايك في الراي اللي بيقول، وده برضه عايزه اخد راي حضرتك يا دكتور محمد، وده اتقال من تجار تجزئه كتير، احنا ما بنقدرش نغلي الاسعار في الخضار لان الخضار بيشتروه كل يوم. لا يا لكن بنقدر نغلي الاسعار يا استاذ. لا يا استاذ معلش يا استاذ انت بتتكلمي برضه على الفاكهه، انت في شهر 9 النهارده 4/9 يا استاذ معلش، ما احنا بنتكلم على الغالي ايه؟ الغالي المانجا النهارده 6/9 المانجا، والمانجا دي شغاله من شهر 5 والجوافه لسه قدامها العنب جوافه ب 16 جنيه العنب والمدام اتكلمت العنب 17 ما انا هقول لسعادتك بقى الحاجات دي حضرتك ايه الاسعار على الشاشه يا استاذ يا استاذه ما الحاجات دي حصل ايه؟ السنه دي المعروض الكميات المعروضه الفدان ما جابش انتاجيه 50% الفدان من سوء الاحوال الجويه ما جابش انتاجيته 50% فالمعروض بقى قليل. تاني حاجه الموسم بتاع الحاجات دي انتهى المفروض انه انتهى من 1/8 فالحاجات اللي موجوده دي كلها متاخره. ساعتك انت لو جبت النهارده كيلو العنب البناتي ومسكتي عنقود العنب كده هيفرط كله في ايديكي لان هو ميعاده فات جاني من بدري. ده طب دكتور محمد ده سلعه منتهيه.